السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الطاجين المغربي ما كنستغناوش عليه، فمن الأحسن أن نطيبه على مهل ونطيبه في المجمر. لذلك عندي لكم فكرة أكثر من رائعة. نحتاج أول حاجة المقلة الصغيرة، وكنحتاج المجمر. فالفكرة هي غادي نوضعو الرماد بالشكل هذا، غادي نخويه بحال هكايا. هنا واحد الكميه ديال الرماد. الناس اللي ما تيعرفوش الرماد، اللي هو داكشي اللي البقايا ديال الفحم ملي كنطيبوا الشواء كيبقى لينا كما كتشوفوا، وزعتو مزيان مزيان وغادي ندي فوق البوطه. وضعت المقله فوق البوطه وشعلت عليها، وغادي نجيب دابا الطاجين ديالي نحطو عليها. فهاد الرماد اللي وضعناه هنايا عنده جوج ديال المميزات. اول حاجه انه غادي يخلي لينا الطاجين يطيب لينا على المهل، ويوزع لينا الحراره مزيان باش ما كيتحرقش لينا الطاجين من الوسط، لان هذا هو المشكل اللي كيوقع ديما، ان الحراره كتركز الوسط وكيبدا يطيب غير الوسط يعني كيتلصق لينا. فهاد الطريقه هذه غتخليه يطيب كامل بطريقه متساويه، زائد انه غادي يطيب لينا على المهل ويجينا بنين بنين. نقترح عليكم واحد الصلصه ديال البيتزا اللي بدون طماطم سهله بزاف وكتنفع. غادي نحتاجوا لها واحد الحبه ديال الجزر اللي غادي نقطعها مكعبات صغيره. غادي نديرها في واحد الكاسرونه وغادي نسلقها. هاد الصلصه كتنفع صراحه، بزاف المرات ما تكونش عندنا الطماطم، فهذه كتجي لذيذه بزاف وكانكم حضرتوها بالطماطم. المقادير كنحتاجو فيهم حبتين ديال الفلفل الاحمر، حبه صغيره ديال البصل، وفص ديال الثوم كيبقى اختياري. غادي نقطعو هاد الخضر هادو قطع صغيره، مازال غادي نضربوهم في الخلاط. دابا غنجيبو الجزر اللي كنا كنسلقو. الجزر ها هو تسلق، غادي نصفيه دابا من هاد الماء. غادي نضيف عليه هاد المكونات، غادي نطحنو. في حاله اذا كنتو بغيتو تطحنو في الخلاط الكهربائي، كتزيدو عليه شويه ديال الماء باش يطحن معاكم. اولا الا كان عندكم يعني بحال هذا ما تحتاجوش تضيفوا الماء، كطحنوه ديريكت. صافي طحنتها مزيان مزيان، راني ما ضفتش عليها نهائيا الماء، غير داك الماء اللي طلقوه الخضر. لاصوص ديالنا ها هي. دابا غندوزو للتوابل. غادي نضيفو الملح، وغادي نضيفو الابزار، نضيفو شويه ديال زيت الزيتون، وغنردوها فوق البوطه تغلى وتعاود حتى نحسو بانها اختارت وتقال القوام ديالها. هنايا عجينه ديال البيتزا اللي سرحتها على هاد المقلات هادي، وغادي نشارك معكم واحد الشكل اللي كيجي زوين مختلف، نوعوا به مره مره في الشكل ديال البيتزا المعتاد. خديت هنا واحد الغلاقه ديال طنجره ولا ديال كسرونه، غادي نحاول نحطها في السنتر بهاد الطريقه، يعني نشوف مزيان السنتر، وغادي نحاول ما غاديش نقطع، غادي نتراسي بها على الشكل هذا. يجي لهاد الدائره اللي ترسمت عندي هنايا، غادي نحاول ندير فيها جوج ديال الخطوط متعامدين بهذا الشكل هكا، وغادي نعاود ندير الخطوط اخرين بحال اللي بغينا نقسموها على 8 على هذا الشكل هذا. البيتزا هي صبحت واجده، واحد اللون رائع كانها مصوبه بالطماطم، يعني نهائيا ما تشكوش انها ما فيهاش حبه طماطم واحده. غادي نبدا نسرح لاصوص على الجناب، صافي
صافي. والحشوه ديروا فيها اللي بغيتوا، انا غنجيب غير الطوم هو اللي عندي هاد الساعه. من بعد ما كملت لي الحشوه اللي عندي، غادي نبدا نهز هاد الاطراف هادو، وغادي نبدا ندخلهم هنايا تحت، نضغط عليهم بهذا الشكل هذا. صافي، وكنكونوا كملنا. الا بغيتو تزيدوا هاد الدائره هذه هنايا، بغيتو تخليوها غير بحال هكا. انا غادي نزيد نعمر ليها الوسط واحد شويه ديال العجينه. عمرت الوسط بهذيك الدائره ديال العجينه، وكنحاول نثبتها مزيان مع الجوانب باش تلاصق معاهم. صافي، وعادي غندير لها حتى هي لاصوص وحتى هي الفرماج. وانتم كتزيدوا ليها اي مكونات عندكم، الزيتون، كحل، زيدوا لها الخضر. المهم انا وريتكم غير الحيله او الفكره، وكيبقاو المكونات من اختياركم. راكم عارفين دابا الحجر الصحي كنقضيو باللي كاين. غندخلها دابا الفرن، ممكن ندهنوا لها هاد البليصات بالبيض، ولكن انا غنخليهم غير هكاك طبيعيين. اقتراح رائع اللي ما تيبغيوش ياكلوا اللحوم و كيبغيو غير الخضر النباتيين. عندي هنايا كفته ديال الدجاج اللي كنت طحنتها معكم في الميكسور اليدوي او البغا. الى بغيتو تشوفوا استعمالات اخرى للميكسور بلونجون تلقاوها في صندوق الوصف. وهنايا غادي نزيد، عندي هنايا بطاطا اللي مطحونه مسلوقه ومطحونه، غادي نزيدها شويه ديال الربيع. التوابل عندنا الملح، شويه الابزار ما تكثروا، شويه الخرقوم، وعندنا شويه الكمون، شويه ديال الثوم بودره قليل فقط، الفلفل الاحمر. اخر حاجه هي شويه ديال الفرماج، كيبقى اختياري بغيتو ديروه او ما بغيتوش ديروه. كندير شويه، هو كيخلي هاد الكفته هذه متماسكه وما كتفرتتش. خلطت المقادير كلهم، وغادي ندوزو دابا باش نطيبوها. هنايا واحد شويه ديال الدقيق، غادي نرش عليه واحد شويه ديال الخرقوم بلدي. دائما ملي تبغيو تقليو شي حاجه يعني بغيتو دوزوها في الدقيق، تخلطوا معاه شويه ديال الخرقوم، كيجي اللون زوين وكيعطي كذلك بنه زوينه. ناخذ الكفته وغادي نحاول نديرها القياس اللي بغيتو، كويرات شكل هذا خلطه، وغادي ندوزوهم في الدقيق. ومن الاحسن الا كانت عندكم لا شابلور كتجي هائله، كتجي مقرمشه اكثر، ولكن انا دابا ما عنديش. هاد الكرات هادو كيجيو بحال كيشبهوا المعقوده، مذاق ديالهم كيشبه المعقوده، ولكن راه تيحماقوا عليهم الوليدات الصغار، تيحماقوا عليهم. هي جربوهم على حسابي. غادي نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نشعل على المقلاه، ندير فيها نقيطه ديال الزيت. الاحسن تاخذوا مقلاه اللي هي غير لاصقه باش ما تستهلكش ليكم كميه كبيره ديال الزيت. صافي، وغادي نبدا ننزل الخبيزات اولا الكويرات اولا. الكفته ديالنا صبحات موجوده، قدموها ورفقوا عليهم بشي سلطه او لا مكرونه او لا اي حاجه. نتمنى هذا الاقتراح ينال اعجابكم ان شاء الله، جربوه لوليداتكم وكذلك حتى الكبار راه كيعجبهم بزاف. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش ليا اللايك والاشتراك الى كنتو جديد في القناه. كنرحب بكم وكنقول لكم بسلام عليكم.